زي ما كنت بقول لحضراتكم، احنا خلاص شهر رمضان يعني فاضل له ايام قليله جدا، ومحتاجين ان احنا نعرف هنعمل ايه، ايه المكملات الغذائيه اللي ممكن نعمل بيها البالانس اللي بيحصل لما يعني اللايف ستايل بيتغير ومواعيد الاكل بتتلخبط. حضراتكم اكيد عارفين رمضان كمان الواحد، واحنا كمان كمصريين تحديدا، ما بنقدرش نسيطر قوي كمان على اكلنا، فخلينا نحاول نشوف البالانس ده هيتعمل ازاي. ونرحب بدكتور دينا ابو سعود اللي بتنورنا دايما. صباح الفل. صباح الخير يا نهوان. ملف مهم طبعا، ملف مهم طبعاً. ورمضان داخل طبعاً. وخلينا نبقى صادقين بقى، عشان ما نقعدش نقول للناس كله صحي واعمله وبلاش بسبوسه وبلاش الحاجات دي، مش هتحصل. صح كده؟ ناكل بسبوسه بس مش كميات كبيره ومش كل يوم. ومش كل يوم. ماشي. على كل حال اللايف ستايل توتالي بيتغير، الجسم بيجيله شوك، ناس بيبقى ليها تاثير بتخس جدا وناس بالعكس بتزيد، ناس صحتها بتبقى عاديه وناس صحتها بتتاثر بشكل كبير جدا وبيجي لهم هبوط، بيجي لهم مشاكل اخرى. ازاي اقدر اعمل البالانس ده عشان ادخل رمضان وما يحصليش الازمات دي؟ طبعا بقول لكل الناس كل سنه وهم طيبين، وكل سنه وانت طيبه يا نهوان واهلك كلهم طيبين. مهم قوي ان احنا نعرف نعمل البالانس. طبعا في شهر رمضان مهم ان انا اشرب ميه بقدر الكافي بين الفطار والسحور، كل شويه اشرب ميه اشرب ميه عشان ما اعرضش جسمي لجفاف، ده مهم قوي. ميه مش عصاير بقى ومياه غازيه، عشان في ناس بتفتكر اي سائل ده يبقى بيعوض الميه. لا، مفيش حاجه في العالم بتعوض الميه. كويس. والعصاير اللي بنحبها الكركديه والقمرالدين والحاجات دي فيها سكريات كتير، نشربها بس مش طول اليوم، يعني كفايه كوبايه واحده في اليوم. تمام. كفايه. الاكل نحاول ان احنا نبدا يا اما في ناس طبعا كتير بتبدا بتمرايه وبعدين بتصلي المغرب وتكمل. صحيح. في ناس ما بتقدرش. انا من الناس اللي ما بتقدرش. هات المكرونه. ايوه، يعني حتى ما بيقدروش يبداوا بالسلطه. فانا بقول لك بتبقى قدرات. طبعا بتبقى قدرات. فمهم ان انا ما تبقاش البورشن بتاعي، لان انا صايمه والمعده بقى لها فتره ما اشتغلتش بالظبط، فبلاش المسبك قوي بكميات كبيره، يعني ناكل كل حاجه في الترابيزه موجوده بس يعني معلقتين معلقتين معلقتين. انا عايز اسالك على حاجه بقى، هل لا معلقتين دي ما انا وعدتني يعني بس يعني ماشي. هل فعلا الشوربه لازم تبقى في البدايه طبعاً. والسلطه بعدها وبعدين نبدا في الاكل، ولا الموضوع لا دي حاجه ايدل ان انا ابدا بالشوربه والسلطه وهيئ معدتي للاكل، ده ذس از ذا ايدل. مش انزل البطايه او 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 فته بقى بالضاني ضاني ضاني طول الوقت. ايوه. فده مهم. طيب ايه الفيتامينات المهمه او ايه المكملات الغذائيه المهمه اللي هتبقى معانا في شهر رمضان وحتى بعد شهر رمضان؟ هو الب مالتي فيت، اكيد برشحه لكل الناس اللي بتتفرج بكل بقى المكونات الخاصه بيه اللي هي بتعوض اي حاجه ممكن نفقدها خلال طبعًا. فتره الصيام طبعا. الب مالتي فيت رائع لانه بيحتوي على فيتامينات ومعادن مهمه جدا، زي فيتامين سي المهم زي ما احنا عارفين للمناعه، ومهم للبشره، مهم للشعر. فيتامين سي مهم لامتصاص الحديد عشان نحمي نفسنا بقدر الامكان من الانيميا. عندي فيتامين بي كومبلكس بكل مشتقاته. فيتامين بي مهم جدا للتمثيل الغذائي وعمليه النشاط. ليه بقول عمليه النشاط؟ لان احنا كل الناس اللي صايمه بتصحى من النوم لا في النسكافيه بتاعنا ولا في الفطار. على طول بقول الفطار مهم الصبح ده بعد رمضان، يا جماعه نفطر فطار صحي لان هو اللي بيديني النشاط بتاع اليوم كله. ده مش هيبقى موجود في رمضان، لكن عندي الب مالتي فيت اللي هاخده بعد السحور، اجي اصحى من النوم الاقي اعرف ادير نشاطي. عندي شغل وانا صايمه، عندي مسؤوليات وانا صايمه عايزه اخلصها. عندي نشاط مش عايزه انام لحد المغرب. انت بتشوفي ناس كتير من الصايمين بيوقفوا شغل ويفضلوا نايمين، واول ما المؤذن يقول الله اكبر نبتدي نصحى. هي بتبقى حلوه ووحشه يعني. تبقى فاهمه يعني مش بنزعل قوي لو حصلت برضه. قوموا اصحوا، الاذان اذن. طب ما بيقدروش يفتحوا عينيهم خالص غير مع الاكل والنسكافيه، لكن مع الب مالتي فيت هلاقي نشاط اعرف اديره. طيب عندي ايه كمان داخل الب مالتي فيت؟ عندي الكالسيوم الداعم لصحه العظم وداعم لصحه السنان وداعم لصحه الضوافر وانقباض عضله القلب. عندي فيتامين اي وده مهم جدا، بيشتغل كمضاد اكسده عشان احنا اكيد ممكن ناكل محمرات كتير قوي قوي قوي. ده فعلا ده جزء من الروتين بتاع رمضان بقى. أيوة طبعا. وفي اكلات بتطلع في رمضان بس. ايوه يعني بتبقى بنسال عنها طول السنه، والله راحت فين؟ يعني فعلا السمبوسك والقطايف. طب هو ليه كده؟
ليه؟ ستايلنا ده الستايل بتاعنا يعني. هو بس هي موجوده برمضان. هي موجوده بقيه السنه صح؟ انا ما شفتش قطايف بقيه السنه بس بشوف السمبوسك. هي موسم ولا ما عليه؟ او احنا عندنا من زمان من ماما وكده بنلاقي القطايف ده، يبقى احنا عرفنا ان احنا دخلنا شهر رمضان بالقطايف. فطبعا برشح جدا الف مالتي فيت المرخص طبعا، كل مره بقول لا واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء عشان دي حاجه بناخدها اورالي فلازم عارفين مصدرها. وطبعا السعر رائع، السعر مش غالي خالص. انا عرفت السعر على فكره من دكتور دينا بس هو بجد سعر في متناول الجميع حقيقي. صح. يعني سعر في متناول الجميع فعلا. صح. يعني كمان على اللي هو بيقدمه اعتقد ان هو رخيص جدا. صح. على صح. الفوائد اللي هو بيقدمها ده لو احنا اشترينا، يعني هو في فيتامينز كتيره، لو جبنا من كل فيتامين دواء احنا هنصرف اضعاف اضعاف السعر بتاعه. دي صح. دي حقيقه تقال يعني. لا لا رائع، سعره رائع. وده هدف بايو ناتشرال او شركه بايو ناتشرال، احنا نحاول نبقى متواجدين فعلا في كل عائله مصريه وفي كل بيت مصري. طبعا هو مناسب للستات ومناسب للرجاله جميع الاعمار، ستات رجاله لو مثلا سنهم كبير ماشيين على ادويه كوليسترول او ضغط او سكر يقدروا، ملوش علاقه خالص الف مالتي فيت لا يتعرض مع اي دواء. كويس قوي. الشباب يقدروا ياخدوه من سن 14 سنه. بنات واولاد، فهو امن جدا جدا، متوفر في الصيدليات. طبعا لو بستاذن الساده العملاء اللي راحوا مثلا الصيدليه اللي جنب بيتهم قال لك ده لسه خلصان او مش موجود، كلمونا عن طريق الرقم، احنا حاطين ارقام الشركه عشان الكول سنتر يقدر يوجه العميل للصيدليه القريبه جنب بيته. حلو جدا. طيب لو انا دلوقتي هتكلم رمضان، انا اخده بعد ما اتسحر قبل ما انام الافضل ولا بعد الفطار ولا مش فارقه؟ بعد الفطار اوكي وبعد السحور اوكي. يمكن انا بفضل بعد السحور عشان لما اجي اصحى لو اللي عايز ينزل ويدير نشاط التاثير بقى بتاعه بيكون بيدوم فترات، فبعد السحور هيبقى لطيف جدا جدا. طبعا الشاشه بتبين لنا ده كبسوله الب مالتي فيت، هتطلع في المعده كل الفيتامينات دي، الفيتامينات الداعمه جدا حتى للصحه النفسيه، الدعم للأوعية الدموية، الدعم لنسبة الكوليسترول، ودعم لنسبة السكر في الدم، لكن ليس علاج أكيد لأي مرض زي ما أنا كل مرة بقول. طبعا ألب مالتي فيت هيتاخد أوكي بعد السحور، هلاقي تاني يوم النشاط بتاعي كويس. حلو جدا. طب أنا عندي سؤال، هي كبسولة صح مش تابلت؟ كبسولة. طيب الكبسولة ممكن لصغار السن أو لبعض الأشخاص، أنا منهم ما بعرفش أبلع يعني، فهل في منها بديل او للاطفال في منها بديل ولا لا؟ الاطفال لا، انا هو الب مالتي فيت مش للاطفال، اللي هو يعني 16 بس 16 مراهقين. هو كمان جيلاتينس يعني بتبلع بسرعه. أوكي. جدا مش هحس. مش كبسوله صلبه لا يعني لا لا لان لا بيبقى لا فيه كبسوله صلبه. لا الب مالتي فيت سهل البلع جدا. أوكي. ويمكن حتى على الشاشه حاطين ميزه الب مالتي فيت عن المكملات الغذائيه الاخرى، انه داعم للاكسده، داعم للمناعه، داعم للطاقه، داعم للتمثيل الغذائي، وداعم لصحه الشعر. وما ينفعش ندوبها لو ما عرفناش؟ لا ممكن تبقى مره شويه، مش نحطها جوه حاجه وناكلها بحاول الاقي حل. طب هي مش كبيره قوي صح؟ لا مش كبيره. لا 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 خالص. انا فعلا عندي مشكله في كده، وفي ناس كتير زي عندي يعني نفس المشكله، بس الب مالتي فيت ببلعه سريع. طيب جدا. كويس ما جدا. ما بيلزقش، ما بيعملش جدا، لان ساعات في تابلتس الاقي نفسي صح بعمل صح كده على طول، لكن الب مالتي فيت لا. نروح لاسئله المشاهدين بقى لان طبعا بيبقى برده مهم جدا نرد على حضراتكم، نستغل وجود دكتور دينا معانا على الهواء مباشره. نروح لشادي الاباصيري. السلام عليكم، انا بلعب جيم، عايز ابني عضلات وان شاء الله هفضل مستمر خلال شهر رمضان، فكنت عاوز اعرف هل الب مالتي فيت بيفيدني، واخده امتى، وقبل التمرين ولا بعد التمرين؟ الب مالتي فيت هيفيده للنشاط وللطاقه وليس للعضلات. لو هو عايز يبني عضلات هياخد الب مالتي فيت وياكل بروتينات بقدر الامكان. نقطه مهمه، ياكل بيض، ياكل البان، ياكل لحمه، بس بلاش اللحمه يعني تبقى كتير قوي عشان نسبه اليوريك اسيد ما تعلاش. فياكل بروتينات كتير جدا لو عايز يبني عضلات، ده اكيد. اوكي. الب مالتي فيت هيبقى داعم لصحه الاعصاب، لو هو عايز يبتدي يعمل عضلات اكيد هيشيل اوزان طبعا، فعايز اعصابه تبقى حديد، الب مالتي فيت هيعمل ده. اوكي. مع طب البروتينات. هو مفروض ان الب مالتي فيت برضو يعني ملوش فكره ان انا اوقفه وارجع له، يعني بمعنى انا دلوقتي لو اخذته مثلا شهر ونسيت ما واظبتش بعد كده اقدر ارجع تاني بنفس يعني ما فيش مشكله لو غصب عني نسيت، لو وقف فتره، لو ناس بتاخده قبل رمضان في رمضان كسلت نسيت بتحصل؟ هو ملوش اي اعراض جانبيه، ده فيتامين ان انا اوقفه فملهاش مشكله يعني اطلاقا، بس انا بنصح ان انا اكمل عليه عشان اكيد لما هوقف
الفيتامينات الجسم محتاج منها انتيك يومي. ايوه صح. والب مالتي فيت معظم الفيتامينات بتاعته مش بتتخزن في الخلايا دي قابله للذوبان في الماء، فاصلا ما فيش مخزون ليا جوه جسمي. ده يا دوب اللي داخل هو اللي احنا بالزبط. محتاجينه، وربما بدوزز اقل بالزبط. كمان. اه طبعا. فلو انا بطلته شهر وشهرين اكيد هلاقي ان النشاط، لو انا نشاطي مش قد كده، اكلي مش صحي، الاقي نفسي تعبانه، عندي خمول. واصلا الحاجات المحمره كتير بتجيب خمول يعني. ده شو فور شور 100%. فعشان كده بقول مش لازم نكتر في التحمير، ناكل مره في الاسبوع تحمير والباقي نايف نايف. تفتكري ده ممكن يحصل؟ هنشوف. والله لما اللي بيخاف على صحته بيقدر. يعني انا كنت زمان طول الوقت محمر، ومحمر ايه 3 بالليل. تعرف مشكله في العزومات يا دكتور، يعني احنا لو التزمنا في بيتنا رمضان حلو في اللمه وفي العزومات وكده، بس لو قعدتي فتره يا نهاوند مشيتي على البورشنز الصغيره، حتى وانت رايحه العزومه هتبصي على السفره، مش هيبقى عندك الشيء ده. حصل معايا بيبقى صفر ولاقيني باكل سلطه وحته لحمه وشكرا، يا دينا ده في هنا، اقول لهم انا كده تمام بجد والله. طيب بما ان احنا بقى اتكلمنا عن الجيم برضو عشان شهر رمضان، هل الجيم افضل قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ لان في ناس متخصصين بيقولوا قبل الفطار ممكن يبقى في قلق لان الجسم ما بقاش فيه طاقه، لو انت اتكيت على نفسك شويه ممكن لا قدر الله يجيب مشكله. طبعا. يعني ده ما فيش قلق، ده في قلق ومفيش اكل ومفيش طاقه ومفيش ميه وفي جفاف. يعني انا بحب لو قبل الفطار ما يبقاش رياضه، يعني نمشي نص ساعه كده دلع في التراك، لكن اكتر من كده مش بحبس. وبعد الفطار مش هنفطر وننزل على الجيم، لا احبس برضه. يعني بعد الفطار على الاقل بساعه ونص ساعتين يكون المعده مش مليانه اكل واروح انزل العب رياضه جامده. فممكن بعد الفطار بساعه ونص على الاقل لو عايزه انزل العب جيم. انا من الناس اللي بحب افضل قاعده في رمضان، يعني لا جيم ولا اي، انا خلوني قاعده كده المشوار يخلص. صح. لو كتير شايفه الطاقه دي بيجيبوها منين؟ والله ما شاء الله. يعني نروح لشاديه محمد، بتقول كنت عاوزه اعرف هل السكريات اللي في حلويات رمضان ممكن تتعارض او تقلل فعاليه المكمل الغذائي، وعندها سؤال. طب نجاوب على ده ونروح للسؤال الثاني. كثرة الحلويات الكتير جدا اكيد هتعليلي مقاومة الانسولين، يعني هي مش هتأثر على فعالية الب مالتي فيت، لكن ما هتعلي نسبة الانسولين، دي حاجة بعيدة عن الب مالتي فيت. وانس ان مقاومة الانسولين عالية يبقى اكيد السكر ممكن يعلى في الدم. فانا بقول بالب مالتي فيت ومن غير الب مالتي فيت بلاش الحلويات الرمضانية بكميات كبيرة جدا يوميا. كويس. كلي وحلي بقك بس بالمعقول، يعني 10 قطايف، 5 بلح الشام، قطعتين بسبوسه. بجد؟ لا لا بجد؟ ده على مدار الشهر. يوميا على الشهر. يوميا الكلام ده. السؤال بقى التاني بتاعها، هل ممكن يساعد في نزول الوزن خصوصا احنا في رمضان بناكل من غير حساب؟ الب مالتي فيت بيساعد في النشاط وبيساعد في عمليه الايض، هو مش دواء تخسيس عشان الناس برضه. دي نقطه برضه لازم تبقى كلير اطلاقا عشان. هو بيساعد النشاط، فانت لما بتعملي نشاط كويس وبتعرفي تديري طاقتك ومودك احسن، فبتلاقي نفسك لوحدك بتخسي، لكن هو اكيد مش دواء تخسيس. لا دي نقطه مهمه جدا، هو يمكن في لخبطه بتحصل لان احنا اتكلمنا في فكره ان هو بيظبط المود، فربما ده بيلعب على فكره ان انا مش بكتئب فبجوع، يعني دي يمكن الربط الوحيد لكن ملوش علاقه بالتخسيس. لا يعني. احيانا الاكتئاب هو اللي بيجوع على فكره، يعني لما الواحده قاعده عندها ديبرشن ما عندهاش نشاط هتعمل ايه غير انها احنا قاعدين قدام التلفزيون وهنقعد ناكل كل شويه. أيوة. لكن النشاط لما يبقى فيه نشاط وفي ايض وفي مود بالعكس ده يخسس على فكره. لما بتنسي الاكل وقتها. فالب مالتي فيت طبعا يا ريت الناس تصور العلبه عشان ما عنديش بديل لالب مالتي فيت. كلمونا عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه، الكول سنتر موجود لخدمتكم ويساعدكم في توجيهكم للصيدليه القريبه من بيتكم ايا كانت محافظه في مصر. ومهم قوي ان انا ما اشتريوش، ان في ناس بتمشي، انا بشوف دلوقتي حاجات غريبه والله، تلاقي ناس واقفه على الجنب مثلا كده بتبيع كوزماتكس وميك اب وادويه وحاجات كده، ما تشتروش غير من الصيدليه. يعني علشان برضو دي نقطة مهمة، احنا الدواء ده متوفر في الصيدليات فقط، يعني ما فيش حتة تانية. طيب لو هروح تاني للصيام، لان مهم قوي الناس تبقى فاهمة برضو خلال فترة الصيام الجسم بيحصل له ايه، وازاي ممكن لو انا ما اهتمتش بصحتي الشهر ده بجد اطلع منه متضررة جدا على كل الاصعدة. ففترة الصيام ايه بالظبط بقى يعني فنيا بيحصل في جسمنا لو صح التعبير؟ بنحس بتعب، بنحس بخمول، ساعات كتير بنعطش، يعني لو ما شربناش ميه
من الفطار للسحور بالنسبه كويسه. هنصحى، مش معقوله نصحى 9 الصبح وشوفي المغرب قد ايه، هنفضل طول الوقت عطشانين. الاجهزه بتتاثر مثلا، في حاجه بتتضرر ولا بالعكس؟ اطلاقا اطلاقا بالعكس، ده في دلوقتي بيبقى في صيام متقطع رائع يعني، منتشر فعلا قوي. لا 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 لا، الجسم هو بس التعب والارهاق فقط. لو انا عشان متعوده اشرب النسكافيه بتاعي ومتعوده افطر، هو بس ده ممكن يكون حتى سايكولوجيكلي يعني، لكن هو طبعا الجسم لا 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 يعني ما بيحصلوش اي كومبليكيشنز الحقيقه. بالعكس، في دايتات اللي هي الصيام المتقطع رائعه يعني، كويس. مش عارفه بكام ساعه لازم نبقى صايمين، وده بيحفز الديتوكسيفيكيشن، ان هو ينظف الجسم كله من السموم. مفيش حاجه، بس دي قدرات برضو. انا عشان احرم نفسي 12 ساعه ما اكلش، ممكن انامهم يعني. انا ما اقدرش، ده الحل الوحيد بس يعني. بس الدراسات اثبتت انه مفيد جدا للجسم، الصيام مفيد جدا للجسم. كويس. بس اللي مش مفيد، لو انا فطرت كل يوم بالاكلات والدسمه وبالحلويات، هو ده بس اللي هيأثر لي بالسلب بعد رمضان. لكن الصيام رائع، بيفيد الجسم يا دكتور زينه. احنا في العيد الكبير بنفطر فته. ايوه، عايزه ايه تاني؟ فته وكبده بتاعت الخروف. احنا ايوه معدتنا حديد، وكبده محمره وكبده نيه والخروف بيتذبح بياكلوها. لا، هو كله كوم والكبده النيه اللي بنعملها. بل عندي ناس قرايبي ندبح وياكلوها عادي كده من غير ما تشم حتى النار. لا، بليمونه كده خلاص واحنا واقفين عادي يعني. قدرات برضه. الفقره دي قدرات. ايوه. طيب، في ناس بيبقى عندها مشاكل، زي مثلا على سبيل المثال الناس عندها سيوله في الدم يعني، بينصح ان هم ما يصوموش، ولكن في ناس بتصمم ان هي تصوم. هل الناس دي فئه محتاجه برضو المكملات الغذائيه عشان تعمل البالانس اللي انا قلت عليه في بدايه الفقره؟ قلب مالتي فيت كل الناس محتاجاه، مش بس امراض اصحاب الامراض المزمنه. يمكن كمان اللي بيبقى صعب معاهم الصيام اعتقد هو مريض السكر اكتر. طبعا طبعا، مريض السكر بيبقى صعب جدا ان هو يصوم، وطبعا بيصوموا برضه يعني، يقول لك لا احنا لازم نصوم. انا بنصح ان احنا نسال الدكتور هل ينفع الصيام وقتها او ما ينفعش، او ندفع الفديه بتاعتنا. برضه دي حاجه مهمه، لان ربنا يحب ان تؤتى رخصه. صحيح. فده مهم ان مريض السكر يعرف هو قادر ولا غير قادر. طيب، قلب مالتي فيت لا يتعرض اطلاقا لو حد عنده مشكله في السيوله، ولو حد عنده مشكله في السكر لا يتعرض اطلاقا، ومناسب جدا ليهم جدا. واي حد تاني مش تعبان برضو مناسب، لان هو ليس دواء، هو مكمل غذائي فقط. كويس. ما يتعرضش اطلاقا مع اي حد. كل الناس تقدر تستخدم او تاخد قلب مالتي فيت. عندي كونسيرن بسيط، اصحاب لا قدر الله الفشل الكلوي او الفشل الكبدي او تليفات في الكبد الاكستريم، دول اي حاجه بياخدوها اكل او شرب بيبقى بحساب. وقتها يسالوا الدكتور. لكن كل الناس تقدر تستخدمه، حتى امراض المزمنه، ضغط وقلب وسكر والسيوله او وات ايفر. كويس جدا. انا عايزه بقى منك زي نصيحه اخيره، فاضل تقريبا دقيقه او حاجه، ليه كبار السن تحديدا اللي هم برضو يمكن الجسم بتاعهم في رمضان بيتعب اكتر بطبيعه سنهم وحالتهم الصحيه، تنصحيهم بايه في فتره رمضان تحديدا، وخصوصا مع قلب مالتي فيت؟ انصحهم ان هم ياكلوا، ما ياكلوش تقيل جدا زي ما الشباب بتاكل. اكيد عشان المعده والحمض المعده والامعاء مش بالكفاءه اللي هي 100% زي الصغيرين. وانصحهم ان هم لازم طول الوقت يعملوا دوريه اللي هي السي بي سي وانزيمات الكبد والكلى، وكل الحاجات دي تبقى تمام عندهم. صح. ويطمنوا على نفسهم، او الولاد على طول يدعموا اهاليهم ويعملوا المعامل بتيجي لغايه البيت. طبعًا يعني ما فيش فيها اي مشكله، كل ست شهور والنتيجه كل لغايه ست البيت شهور. وبنصحهم اكيد بقلب مالتي فيت، هيبقى داعم ليهم جدا للتركيز والصحه النفسيه والمناعه وكل حاجه، هيبقى لطيف معاهم جدا. نورتينا بقى والله، نورتينا كالعاده. كل سنه وانت طيبه يا رب، طيبة ويبقى يا رب. رمضان علينا جميعا نطلع منه كده يعني زي ما بيقول الواحد متطهر من كل حاجه، وفي نفس الوقت مش تخنان. ايوه طبعا. اكيد هشوفك بعد رمضان، ربنا يستر. هيبان. شكرا ليك يا دكتور، بشكر حضراتكم جدا على متابعتنا، ونشوفكم في حلقه جديده وعشرة الصبح في الاهلي.